عدنا لحضراتكم، بيبقى يعني مع كل زميل بيتولى مسؤولية إدارة التحرير في أي صحيفة بيبقى ليه مدخل كده أو عنوان يعني، وأحيانا بعض رؤساء التحرير أو رؤساء التحرير التنفيذيين يعني بيبقى أول عدد ليهم كده ممكن يعمل مفاجأة أو صدمة أو الآخر. صحيفة البوابة دي واحدة من الصحف اللي بعد الثورة، هي صحيفة خاصة صدرت بعد الثورة، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس تحريرها الدكتور عبد الرحيم علي، ورئيس تحرير التنفيذي في أول ما طلعت الصحيفة كان الدكتور محمد الباز اللي هو رئيس تحرير الدستور دلوقتي، وتولى بعد كده زميلنا العزيز الأستاذ أحمد الخطيب وهو أيضا رئيس تحرير تنفيذي، واحد من الصحفيين. احنا يعني أحمد من زمالة كبيرة ومن المصر اليوم وبعدين إلى صحيفة الوطن وبعدين من صحيفة الوطن إلى صحيفة البوابة، وهو دلوقتي بيتولى رئاسة تحرير رئيس تحرير التنفيذي لموقع وجريدة البوابة. فخلينا بس نرحب بيه كده ترحيب حار بوجوده معانا، وهو أحدث رئيس تحرير دلوقتي في رئيس تحرير تنفيذي ايضا، احدث رئيس تحرير تنفيذي في الشارع المصري. فخلينا نرحب بيه ونقول له يعني الحمد لله على السلامه، الله وربنا يوفقك كده باذن الله ويبقى جورنان ليه تاثير كبير جدا إن شاء الله على الصحه الصحفيه. احنا بس كان قبل ما تدخل عندنا كده كان في مشكله انسانيه طبعا. بس كنا بنحلها فهستاذنك. عم الصادق، يا عم الصادق. نعم يا فندم. يا ازيك عم الصادق، عامل ايه؟ الحمد لله. بص، الداخليه اتصلوا بينا دلوقتي. ايوه يا فندم. وهيكلموك عشان تروح مصلحه الاحوال المدنيه، والكلام اللي انت قلته ده ان شاء الله يتنفذ. خلاص يا فندم، ربنا يخليك. ها؟ انا عارف ان انت سبت القناه ومشيت، بس حبيت بس اقول لك قبل ما تمشي، وهم هيتصلوا بيك دلوقتي وهياخدوا لك ميعاد وان شاء الله تيجي، واحنا هنتابع برضو معاك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا استاذ جابر ويبارك في حضرتك. الله يكرمك. ربنا يخلينا لا ان شاء الله باذن الله تحل مشكلتك وتبقى زي الفل باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ. الله يكرمك. الله يكرمك. ربنا يسترك في الدنيا وفي الاخره. اشكرك عم الصادق. طيب في الاطار ده انا برضو عندي مشكله، احنا كنا اتكلمنا الداخليه قبل كده بس ما اعرفش، وهم طبعا تجاوبوا معانا في المشكله دي، لكن مشكله بتزداد. المريض وهو سجين وفاضل له 8 شهور على ما يطلع من الـ من الـ من الـ الفتره اللي هو بيقضيها، وعنده حاله مرضيه مستعصيه، وابنه قال احنا مستعدين نعالجه بره في اي مكان لانه ما فيش امكانيات في المستشفى اللي هو فيه. خليني نروح لمحمد، محمد عادل مش كده؟ استاذ محمد ازيك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. هاتولي الفيديو بتاع ورده كده لو عندكم. الله يخليك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ انت راجل وقفت جنبنا لله، وربنا يقف معاك ومع عيالك. الله يكرمك يا استاذ محمد. دلوقتي احنا لما اتكلمنا معاك في الفتره اللي فاتت حد يعني تجاوب معاك ولا حاجه؟ لا محدش تجاوب معايا يا استاذ جابر. انا ليا كده اكتر من 5 شهور يا استاذ جابر، اكتر من 5 شهور عايزين نعالج واحد بيموت عنده سرطان شايل الحنجره. يرضي مين يا استاذ جابر؟ هو واخد حكم 5 سنين ولا واخد اعدام يا استاذ جابر؟ يرضي مين في الناس المسؤولين اللي بتشوفها؟ طيب هو دلوقتي نقول تاني ان والدك مريض مش كده؟ بالسرطان. بالسرطان. وشايل الحنجرة. وفاضل له قد ايه على ما يطلع؟ فاضل على مدته؟ فاضل له تقريبا 8 شهور يا استاذ جابر. فاضل لك 8 شهور على ما يطلع منه، وهو مسجون بسبب ايه؟ مخدرات؟ مخدرات يا استاذ جابر. تمام. وفاضل له 8 شهور على ما اتفضل. يعني اصل جابر ده في ناس خرجت دارت تركاتها يا استاذ جابر، انا ماليش غير ربنا. طب هو كان في سجن ايه؟ هو كان في سجن ايه؟ هو كان في سجن ابو زعبل لمن اول ابو زعبل. طيب كان في سجن ابو زعبل وحولوه لمستشفى المطريه مش كده؟ ايوه يا استاذ جابر، والمأمور يشهد ومحمد بيه نصر رئيس المباحث يشهد انه نازل في حاله موت، انه كان قبليها بسنه بياخد علاج غلط. قبليها بسنه بياخد علاج غلط. انت بقى بتطلب دلوقتي ان هو يروح مثلا زي معهد ناصر كده مش كده؟ تمام يا باشا. اخر حاجه قال لي تروح تجيب لي موافقه من معهد ناصر او من المستشفى اللي هيروح، انا مش فارق معايا يعني مستشفى. بعد ما اجيب له موافقه اروح اجيب له موافقه من جهه امنيه. ما هي المهم الموافقه من جهه امنيه، هو عشان يبقى الورق ماشي تمام. انت عايز موافقه من جهه امنيه.
معهد ناصر بيقول لي انا مش هينفع ابعت اجيب حد عالجه عندي. صحيح، ما هو برضه عنده حق، هو بيتعامل برضه رسمي يعني في هذا الاطار. طيب احنا هيبقى مناشدتنا للداخليه برضه مش كده؟ انا بشكر السيد الرئيس اولا ان احنا يعني سمع لنا الشكوى، انا كنت بعد جواب مسجل بقاله الوصول، وحد من هناك كلمني من مكتب الرئاسه ورحت اول امبارح. تمام. لما رحت هناك يعني طبعا انا بشكره، واب ليا واب لاي مصري ربنا يذكرها معاه ويخلينا بس يقف جنبنا وراعي حالتنا. تمام. هو مراعي ملايين، يراعي واحد من ضمن الملايين لله. احنا وقفنا في الحمله الانتخابيه ووقفنا وقفنا التكتيك وقفنا الهجومه بتاعتنا، ده مش واخد حكم بتاعتنا يا باشا، ده راجل مريض بيموت. تمام. يعني السيد الرئيس لما يعرف ان في احد بيموت هو ده يتحمل ثلاث اسطر قدام حبسه؟ يتحمل سبع اسطر حبسه؟ تمام تمام يا استاذ محمد. يعني يعني سرطان من الدرجه الثالثه. وهو ما زال موجود في مستشفى عشان ما خدش في المطريه، عشان ما خدش الاشعاع. المدير المستشفى استاذ الدكتور تامر حنين اللي عامل له عمليه قال لنا يا ابني دوت المرض هرد له ثاني. المرض رد له ثاني، وبعديه حاجه كنا شايلين من الحجاره 4 سم. الورم الورم النهارده رجع له ثاني وحجمه 5 سم. بعد ما شلنا الحنجره يا استاذ جلال. حاضر. البروستاتا تعبانه، بعتنا نعمل لها تحاليل. طب البروستاتا دي فيها ورم ولا فيها ايه اللي فكره الدس؟ ده بني ادم يا استاذ جابر، ده بني ادم يعني بني ادم اقل حق من الناس تساعدنا لله. حاضر يا فندم. المسؤولين ديت عندهم اولاد وعندهم ناس وبيعملوا خير لله يوقفوا جنبنا. حاضر حاضر يا استاذ. هو انا مفيش حد سال فيا الا انت يا استاذ جابر بعد الشكوى بتاعت سياده الرئيس، ما حد سال فيا. ان شاء الله انا متاكد ان حد هيتصل بيك وهتتحل باذن الله المشكله باذن الله. ربنا يقومه بالسلامه، وهو الراجل قضى مدته في السجن وفاضل له 8 شهور على ما يطلع يعني، والسجين له الحق طبعا لو عنده مرض او اي حاجه من حقه يتعالج يعني في هذا الاطار. ماشي يا استاذ محمد، انا يعني الشكوى للمره الثانيه انا بعرضها وبكل امانه وثقتي واحترامي وتقديري للناس اللي في الداخليه، وثقتي واحترامي وتقديري لاي حد يتعاون معنا في هذا الاطار. واحنا والله يعني احنا صحيح كثير المشاكل يعني كثيرين يعني بنعرض مشاكل كثير، لكن العرض ده يعني واجب علينا، فما حدش يتضايق لما يكون عندنا مشاكل كتير وبنعرضها. يعني عندنا ملف عن التعليم كنا المفروض نعرضه النهارده بس هنخليه لبكره، عندنا ملف اخر برضو ربنا يسهل كده ونعرضه بكره باذن الله. طيب ارجع لزميلنا العزيز الاستاذ احمد الخطيب. خليني بس ابدا ب انت توليت المسؤوليه يوم الاحد مش كده؟ اول عدد ليك يوم الاحد اللي فات. انا توليت المسؤوليه قبلها بشهرين، اول عدد في التطوير. كان اتفاقي مع الدكتور عبد الرحيم ان احنا يعني نخش يعني نحاول. هو طلب مني انه قال لي انه كل مؤسسه متعارف عالميا انه كل مؤسسه من حين لاخر بتعمل تطوير. تمام. تطوير في كل حاجه، في المحتوى وفي شكله، ده متعارف عليه يعني. فقال لي انا عايزك نعمل تطوير يعني. فده كان اتفاقنا، فقلنا خلاص. احنا كنا متفقين نطلع 30/6. 30/6. 30/6 انا دخلت 1/6 المؤسسه. تمام. كنا متفقين 30/6. يعني حصلت حبه ظروف كده ما قدرناش يعني. انا قلت له مش هقدر اطلع 30/6 زي ما انت عايز. تمام. فقال لي خلاص عايز امتى؟ قلت له 15/7. قال لي لا خلاص خليها 30/7 عشان نبقى فيه. ممتاز. وباذن الله طلعنا 30/7 يعني. واحنا الى حد ما مش راضيين بشكل كبير على ال طبعا لكن لكن, لكن يعني الحمد لله يعني معقول يعني. تمام. يعني اول عدد في التطوير 30/7 30/7 اللي هو كان يوم الخميس. الخميس الموقع والجريده يوم الاحد اللي فات. يوم الاحد اللي فات. طيب. ده كان اول عدد. في اعتراضات كتيره وصلتنا يعني، احنا العدد جالنا قريناه بي دي اف على الشاشه، في اعتراضات كتيره جدا جات لنا على العنوان بتاع يوم الاحد. واحنا قلنا يعني نعديها كده عشان ده اول عدد وهو الاخر وكده. العدد قدام حضراتكم ممكن تشوفوه. قول لي بالظبط كرهت يعني العنوان بالظبط اللي هو انت حطيته يوم الاحد. كرهت الله. كرهت الله. كرهت الله. 14 اخوانيا وسلفيا ورون رحلتهم من التكفير الى الالحاد. البعض خدوا على انك انت بتعيب في الذات الالهيه. طيب انت تفسيرك ليه؟ هو احنا لانه هو عمل جدل تاني وانتوا عرضتوا في الاعداد اللي بعدين. بالظبط. انت حضرتك تعلم استاذ جابر، انت حضرتك زميل عزيز وقدير، ده عنوان تعبيري.
يعبر عن حالة داخل عن حالة الموضوع الصحفي. تمام. كرة الله دي كانت الفكرة، كان احنا مع كان احنا وقعنا على مجموعة اسلاميين وده كان جديد. اسلاميين الحدوا وكانوا تنظيميين. يعني فكرة ان الناس تلحد اصبحت متداولة ومنتشرة. بعض ظهور الالحاد اصبح موجود في مصر وبعض الدول العربية اصبح موجود، لكن اللي كان يستوجب الوقوف كثيرا هو انه اسلاميين تنظيميين ينتقلوا من اليمين الى ما بعد اليسار. يعني احنا ممكن تسمع انه اسلامي بقى يساري اصبح نصري ترك التنظيم لكنه ينتقل الى المربع الاكثر خطورة وهو الالحاد. ده كان لازم نقف عنده. هي دي الفكرة. دول مجموعات من الاخوان المسلمين. بالمناسبه احنا كان عندنا ناس ما رضناش نعرضهم لان كانت حالتهم اخطر من كده وتفوهوا واتكلموا. وبالمناسبه دي تصريحات مصوره ومسجله، مش تصريحات فقط مصوره فوتو ولا حتى مكتوبه، لكن دي بالفيديو. واحنا عرضنا بعض منها على الموقع الالكتروني للبوابه. الفكره كانت بتقول انه ده كان امر يستوجب الوقوف امامه كثيرا. احنا امام اسلاميين. كمان احنا بنقول انه كرهت الله دي هم ما كرهوش الله، هم كرهوا شيوخ الارهاب اللي هم. لو حضرتك تابعت الملف هتلاقي كل واحد فيهم حكى حكايته مع شيخه. مع شيخه. مين اللي جنده؟ مين اللي كان بيسمع له؟ مين اللي كان بيروح له المسجد؟ مين اللي كان قاعد؟ في ناس كانت شغاله مع مشايخ كبيره معروفه بالاسم ونشرنا بعض منها احنا. كل ده خلاهم كرهوا الاسلام وكرهوا الله بين قوسين بسبب التطرف والتشدد. احنا كنا عايزين نقول رسالة واضحة ان التشدد والارهاب والتكفير يخلق حالة معاكسة الاكثر. احنا كنا زمان في السبعينات والستينات، انا كواحد مراقب للحركة الاسلامية، كان كثير من ابناء الحركة الاسلامية لما كان يهجر الحركة الاسلامية وينتقدها ويختلف معها كان يروح اليسار. الان ده اصبح مختلف، لا بيروحش اليسار، ده بيروح للالحاد. فاذا بيلحد المجاهرة بالإلحاد يا أستاذ جابر كانت تستوقب من الإسلاميين، كانت تستوجب الوقوف أمامها كثيرا. احنا عالجنا الملف بشكل، احنا استخدمنا عنوان صادم طبعا، ده كان مقصود، كان عليه محل جدل في مجلس التحرير، ده حقيقة. لكن انتهى الأمر إلى ان احنا نختار الـ 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 الاسم عشان نعمل جرس إنذار كبير لهؤلاء الناس. رمزي يعني. رمزي. رمزي للازمه. رمزي للازمه. انا شخصيا كنت شايف ان ده امر مزعج للغايه ان اسلاميين ينتقلوا للالحاد. يعني انا كنت كان ممكن ارى سياسيين او ابناء حركات سياسيه ينتقل للالحاد بسبب كفره بالسياسه او ما شابه، لكن ينتقل الاسلامي الى الالحاد. وبالمناسبه هو ده بعض منهم شاركوا في رابعه. يا ساتر. بعض منهم شاركوا في رابعه وفي النهضه. بعض هؤلاء يعني بعد ما شاركوا في رابعه والنهضه بقوا ملحدين، وبعض منهم اتهم في قضايا عنف وارهاب انتقلوا الى معسكر الالحاد. يعني هم كانوا اخوان اصلا يعني؟ هم ايوه كانوا اخوان، وكان جماعه اسلاميه وكان تنظيم جهاد وكانوا سلفيين، اصبحوا ملحدين. ما هو دي فكره الملف. هم دول 14 اللي احنا حاورناه، ده احنا حاورناهم بالفيديو وبالمصور. يعني تصريحات في حد مشهور فيهم يعني؟ يعني هو الفكره هنا ما كانتش في الشهره استاذ جابر بقدر ما كانت الحاله. انت بترصد الحاله نفسها. انه واحد كان يعني كان فيهم واحد فيهم كان امين شباب الحريه العدل في الشرقيه. يعني تخيل حضرتك يعني تحول من دلده واحد فيهم كان عايش في دوله عربيه كبيره وكان عايش فتره طويله وكان مع مشايخ سلفيين. واحد كان عايش مع وجد غنيم. بس هي حالة صح، هي حالة يمكن تكون مسبوقة ان فكرة حد من الاخوان يبقى ملحد. طبعا. يعني الاكثر كمان ان واحد في الجماعة الاسلامية. او ان واحد في تنظيم الجهاد او ان واحد سلفي. دول عقائديا يا استاذ جابر بيكونوا يعني انت شايف الارهاب اللي في العالم كله بسبب الانتماء الايديولوجي. هذا الانتماء الايديولوجي. هذا الانتماء الايديولوجي اللي بيخلق قتل وارهاب وتكفير وتفجير وعنف وكراهية يعني وعداوة للحياة وعداوة للبشر. فاذا به ينتقل هذا الانتقال يعني منتقل من مربع الى مربع مربع اكثر خطورة وهو الالحاد. ولما تسمعهم هم بيتكلموا معانا بيتكلموا يعني
بكفر بين واضح شديد، يعني كراهية شديدة للإسلام والديانات وعنده عقدة نفسية. احنا نعرف ده كويس، احنا قدرنا الموقف جيدا في مجلس التحرير وقلنا دول بيكرهوا الشيوخ الإلحاد، دول احنا لذلك احنا بنعملهم شيوخ الإلحاد اللي هم المشايخ دول اللي هم نشروا التطرف ونشروا بذوره في المجتمع المصري اللي كان لحد فترة قريبة هو علامة من علامات التسامح في العالم كله، يعني باعتبار انه مجتمع عنده يعني بيعيش فيه طوائف مسيحيه واكثر، وداخل الطوائف المسيحيه فيه طوائف داخليه ومسلمين بشتى انواعهم صوفيين وحتى الاسلاميين يعني لكن دول لما نشروا بذور التطرف اصبح المجتمع في حده. هيدي كانت الفكره، كرهت الله هنا مش على لساننا ولا على دي، كنا جرس انذار كبير. حتى بعض المسؤولين تفاعلوا معنا وتتحدثوا معنا بايجابيه وقالوا احنا ندرك معنى وكنه هذا العنوان رغم انه اختلق يعني التبس على البعض والتبس على الكثير، وحتى في ناس كثير جدا وكان عندها نفس التحفظ وهم محقين طبعا، لكن احنا من خلف ستار بنقول يا جماعه ده انذار شديد الى انه شوف الانتقال. تجربه الاسلام السياسي في مصر كانت تجربه عنيفه يا استاذ جابر، كانت تجربه عنيفه وكانت تجربه مريره ما دفعش ثمنها بس الدوله والنظام المصري فقط، لا دفعها المجتمع المصري ولا زال بيدفع هذا الثمن بسبب البيوت نفسها منقسمه، انقسمت على هؤلاء اثاروا فتن كبيره جدا داخل البيوت المصريه انتهت الى الالحاد الى الاعلام بالالحاد. طيب انا بقلب كده قبل الهوى انا برضو لقيت عنوان، معلش يعني لانه انت معانا بقى انت ال في العدد بتاع النهارده بتقولوا بنوك مصريه ترفض فتح حساب ب 2 مليار دولار لاسره الاسد. هي في زميله تقريبا اللي كتبت الاستاذه ننجي السيد، ننجي السيد دي احسن محرره اقتصاديه يعني. كنت بقرا ننجي ذكر مش انثى، فانا بعتذر لحضرتك كنت بقراها دايما على انها انت بصفتك يعني صحفي اقتصادي، يعني ننجي دي من اولاد المكان اللي ليها مستقبل في الصحافه المصريه في الاقتصاد. يا رب ربنا يبارك. يعني انا بحب انا صحفيين الاقتصاديين اصلا، انا عارف انت محرر اقتصادي انا عارف بالظبط. وفي على فكره ندره في صحف الاقتصاد، انا عندنا في الاهرام العربي انا عندي زميل مثلا اسمه حمدي الجمل. طبعا ده طبعا ده زميلنا وصديقنا طبعا عامل كتاب طبعاً. يعني انا اتمنى ان كل صحفي اقتصادي يعمل له كتاب كتابين، انا بشجع جدا اي زميل يبقى يركز في الاقتصاد. حمدي مركز ودماغه حلوه ونظيفه فانا ببقى مبسوط لما بلاقي حد صاحب اقتصادي يعني عارف بيعظم من نفسه ويطور نفسه. حمدي بن النزي، فاتمنى ان ننجي بكره حوار مع طارق عامر صفحتين طارق عامر اللي هو امبارح اعلن الاحتياط النقدي 36 مليار دولار. شوف حضرتك عالجه الخبر عدد الخميس ولا عدد الجمعه؟ لا عدد اللي هو غدا ان شاء الله، اللي هو بكره عدد الجمعه. الجمعه عدد الجمعه. عدد الجمعه عدد الجمعه انت لا عدد الجمعه يبقى انت معاك عدد النهارده. احنا لا انا معانا عدد النهارده عدد الجمعه. احنا عدد الخميس بكره جايبنا خبر هو عن طارق عامر برضو بيتكلم بيتحدث لاول مره بعد لو هو عدد لو بكرة الجمعه هبعته لنا بكره ان شاء الله. عامر حوار كبير مع طارق عامر ممتاز، وطارق عامر انت حضرتك يعني بعد ما يعلن 36 مليار دولار واحنا عملنا قصه معالجينها بشكل مختلف عن كل الصحف ان حتى اخترنا عنوان حضرتك تبص عليه ننجي برضو الكذاب انه السيسي يتجاوز مبارك لاول مره من ثوره يناير بال 36 لانه مبارك ترك. بس احنا عندنا يعني برضو الدين الخارجي 74 مليار وعندنا مشاكل في الدين الداخلي. اوكي طبعا يعني البعض ايه يعني عارف هي فيها حاله جدليه انا معاك، لكن بس انا اخذت العنوان يعني ومشيت بيه اخذت العنوان ومشيت بيه. طيب هرجع لك تاني للبنوك المصريه ترفض فتح حساب ب 2 مليار دولار لاسره الاسد، يا كاتبه مصدر مطلع. طبعا انت تاكدت من الخبر؟ طبعا طبعا خبر صحيح 100% بدليل انه لم يخرج عليه نفي من اي مكان، بل بالعكس يعني مصر رفضت طبعا وده انا فتح حساب ده امر في منتهى الاهميه طبعا يعني. وبشكل سيادي بشكل سيادي يعني احنا عندنا معلومات كبيره في هذا الموضوع، اكتفينا بس ناخد معلومه صغيره بس عشان ما نثيرش الحساسيه وقلنا يعني ترفض فتح حساب مصر البنوك المصريه رفضت فتح حساب للاسره وفي رجال اعمال كمان سوريين ومن اسره من اسره الاسره نفسها اسره بشار الاسد نفسها في رجل اعمال شهير كل الدنيا عارفاه
طلب فتح حساب في البنوك المصريه رجل اعمال سوري سوري ابن خالد بشار الاسد رامي مخلوف. رامي مخلوف رجل اعمال كان ماسك الموبايل، كان ماسك شركات الموبايل. رامي معروف، ما رامي مخلوف هو ابن خالد، ابن خالد بشار. يعني مصر رفضت طبعا فتح حساب لرامي مخلوف. رامي مخلوف ورفعت الاسد وبعض الاسره طبعا، وقدرت ب 2 مليار واكثر من 2 مليار 2 مليار دولار. فكده خبر في منتهى الاهميه بالظبط يعني. كده حتى احنا ايه سبب الرفض؟ الرفض طبعا سياسي. الرفض سياسي. بشار الاسد حاكم مشكوك في مشروعيته في العالم كله. بشار الاسد مصر ما تقدرش تتحمل فاتوره انها تفتح حسابات لبشار الاسد ويكون لي اموال داخل الدوله المصريه. انا رايي ان الرفض سياسي بالاساس يعني. احنا لم نناقش مع المصدر، وبالمصدر خبر ده نانجي سيد برضه نانجي سيد تمام. البنوك المصريه طرف يعني نقول ان مصر رفضت فتح حساب 2 مليار لاسره بشار الاسد طبعا. وفي نفس الوقت واحد من كبار رجال الاعمال هناك والمقربين جدا. انا زي ما بتحرك احنا اكتفينا بس بخبر صغير، احنا عندنا تفاصيل كامله في الموضوع بس احنا خففنا المساله يعني عشان نخفف حده الخبر. احنا كنا في انا كنت في البدايه قلق من الخبر، لكنه خبر احنا قلق منه ومن تاثيره، لكن انا متاكد من المصدر ولانه مصدر كبير مش مصدر صغير يعني. واحنا الخبر معانا ليه فتره يعني، مش احنا انتظرنا بس التطوير عشان لا لا يعني. تمام، ده خبر في منتهى الاهميه يعني. على الاقل احنا يعني تنوع في فكره تناول الاخبار اللي بتجينا من سوريا دلوقتي والتعاطي المصري السوري في هذا الاطار، فاعتقد ان ده برضه توجه سياسي بالزبط. يفهم منه مدى تعاطي الدوله المصريه مع ما يحدث في سوريا بالظبط، ان لم يكن يعني هو بشكل اساسي معلن، او ان لم يكن مسؤول اعلن ده او مسؤول بعينه يعني اعلن ده، لكن انت متاكد من طبيعه الخبر ومضمونه ومحتواه. الخبر خرج بالليل من عندنا، احنا نشرناه على الموقع امبارح بالليل الساعه 8 مساء انفراد برضه، وهو موجود في الجورنال ده، جورنال امبارح موجود من بالليل لحد النهارده. الخبر لم ينفى ولم يخرج طبعا ولم يخرج. ما هو ده دلاله الفرصه لا، ما دي دلاله صحه انه لم يخرج احد ينفي الخبر. دي دلاله صحه تمام يعني. تمام. انت مع اهميته يعني، مع اهميته الخبر كبير. انا اتنق النهارده وكالات الانباء العالميه كلها خدته من البوابه يعني. تمام. طيب خليني اخد فاصل صغير وارجع وزميلنا العزيز الاستاذ احمد الخطيب رئيس تحرير تنفيذي لموقع وجريدة البوابة يعني دقائق كده ونرجع ليه على طول. عدنا لحضراتكم. كان احمد الخطيب بيكلمني على انه يعني في عجز باعتبار رئيس تحرير برضه، ففي عجز جامد جدا في فكره انك تلاقي محرر اقتصادي. كنت بحكي له بقول له ان انا قعدت في الاهرام 10 سنين على ما تعينت، ولولا مجهود الاستاذ اسامه سرايا والاستاذ ابراهيم نافع ربنا يديهم الصحه الاثنين، الواحد يشهد الحق يعني الراجل اسامه سرايا ده كان في غايه الاحترام وسنيدنا لحد ما ربنا وفقنا، لان كنت بشتغل في جريده عربيه، وبعدين لما كنت بشتغل في الاهرام فكان في خلاف ما بين الاثنين وهو لاخره ان تجمع ما بين الاثنين يعني. لكن الاستاذ ابراهيم نافع انا فاكر الحق يقال يعني، انا قابلته مره فقال لي لا ده انا فاكر الاسم. قلت له ربنا يخليك يا فندم وبتاع وكلام من ده. قال لي ده الصحفيين الاقتصاديين ندره دلوقتي، فالراجل يعني ما تاخرش في تعيين يعني. وبتكلم مع احمد دلوقتي على فكره الصحفيين الاقتصاديين والصحفي الاقتصادي وازاي هو يعني ما بيبقاش لامع بالطريقه اللي بيلمع بيها الصحف بتاع الفن او الصحف بتاع الثقافه او الصحف بتاع السياسه، دايما تلاقيه في حته لوحده كده. بس اتمنى انه يعني على ايدك انت برضو ان شاء الله. والله هو في طبعا للاسف يعني المهنه فيها عندك برضو ندره فيها ندره المهنه بشكل المهنه بشكل عام فيها ندره اكفاء لامانا اكفاء كده صح ولا ولا من الجامعه كفء اكفاء بلاش عشان كده اكفاء ده حاجه ثانيه بالظبط كده اكفاء يعني فيها ندره في الصحفيين الاكفاء وتحديدا في التخصصات يعني زي الاقتصاد
اقتصاد نادر قوي. يعني انا لما بيجي لي حد بيجي لي اي زميل صحفي عايز يشتغل بيجي يقول لي انا عايز، بقول له عايز اشتغل فين؟ كله يقول لي عايز صحيح سياسه وتحيات ومش عارف ايه، ما بهتمش. الفن. اللي يجي جت لي صحفيه قالت لي انا عايز اشتغل في الاقتصاد، رحبت بيها فورا. فورا رحبت بيها فورا، لان دي متخصصات النادره اللي صحيح. انت بتلاقي فيها بالذات لما يكون مهني بس انت بتشعر بالرغبه والاراده لما تتحقق في البدايه. فده ممكن يجي منه. لكن اللي اختار الطرق السهله للصحافه دي بيت كتير يعني. وبشكل عام المهنه، انا افتقدين المهنه في ازمه استاذ جابر، وانت عارف ده كويس جدا. المهنه في ازمه لاسباب كثيره جدا. انا عن نفسي انا شخصيا ما بلاقيش، انا بسميهم الفراوده رؤوس الحرب يعني. صحيح ما بتلاقيش رؤوس الحرب صحيح. بتلاقي امن مركز كتير يعني. يعني يعني ما بتلاقيش يعني راس حرب حقيقي كده. يعني انا نمجي السيد دي باجي اقول لها دلوقتي و بقول لها انا عايز منك انفراد بكره في الصفحه الاولى. تقول لي تحت امرك يا استاذ يعني. والله انا بكلم بجد، ما قالتش لا اشوف لسه وبتاع. لا 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 لا، انا دايما اتكلم مع زميلنا الصحفيين اقول له يعني الصحفي الكويس يبقى شايل حاجه خبر في جيبه يعني. بيخليه شايل يعني اول صحيح احنا كنا جاهز. يخليه جاهز دايما جاهز، يبقى عنده خبر كده شايله في جيبه مخليه وقت البتاع ده. خبر بس خبر موثق مهني منضبط ممتاز يعني، ما يبقاش لا ده حاجه كويسه مش بتاع ده بيحصل طيب يعني. انت رئيس تحرير البوابه والجورنال. بالظبط. دلوقتي في كلام الموقع والموقع اسف البوابه والموقع يعني الصحيفه والموقع بالظبط. في كلام مصار حوالين انه الصحافه الورقيه خلاص ولا اخره كده، هل انتوا عاملين الاثنين يسندوا بعض، ولا انتوا عاملين الاثنين توقعات انه ممكن الصحافه الورقيه تندثر فانتوا عندكم البوابه فانتوا عندكم الموقع؟ شوف انا هقول لحضرتك يا استاذ جابر كلام حقيقي يعني. انا في تقديري احنا كصحفيين مصريين محتاجين نقدم حاجه جديده. انا ما بقولش انا اللي هقدمها انا يعني، بس نقدم حاجه جديده، نقدم محتوى جديد وشكل جديد للصحافه. نجتهد. احنا كلنا بنشتكي نقول الصحافه الورقيه هتروح هتروح هتروح. طب احنا عملنا ايه عشان نوقف ده؟ يعني احنا ما فيش حد في ما قعدناش كلنا مع بعض وقعدنا نفكر ازاي نوقف نزيف الصحافه الورقيه اللي فيها ريحه الصحافه الحقيقيه يعني طباع ريحه الطباعه. يعني عارف حضرتك انت يعني حتى انت لما بتكتب مقال في الموقع صحيح وتكتبه في الورقي صحيح بتشعر صح بتشعر بيه يعني صح يختلف صح. رغم ان الموقع بيكون اكثر جيوعا وانتشارا وتاثيرا لكنه لما بتشوفه على الورق كده بيبقى ليه نكهه خاصه صح يعني. احنا ما قعدناش يا استاذ جابر وتكلمنا كلنا ازاي نوقف نزيف الورق. طبعا الورقي في ازمه طبعا بلا شك، وان المستقبل كله للديجيتال ده بلا شك، ده قولا واحدا. لكن يعني تعال ننتقل لمربع اخر. احنا طب احنا عملنا ايه عشان ننقذ ده؟ احنا بين حين لاخر كانت بتطلع صحف تحيي الصحافه المصريه يعني. انا اتذكر انه الاستاذ ابراهيم عيسى يعني عمل تجربه الدستور الاولى في التسعينات فنقل الصحافه نقله كبيره صح. فبدل ما كانت الصحافه ماشيه في منطقه خدها في منطقه ثانيه صحيح منطقه ثانيه خالص يعني. فاحيا الصحافه الورقيه احياء كبير جدا وعزز التاثير وعز الانتشار واصبحت حاله وكل بيقاس عليها حلقة بيقاس عليها وكله بقى يقلدها صحيح. جات المصري اليوم في الصحافه اليوميه الاستاذ ابراهيم عيسى في الدستور عملت الصحافه الاسبوعيه فخدت الصحافه في مكان تاني خالص. جات المصري اليوم في 2004 عملت الصحافه الورقيه اليوميه فخدت برضو عملت تحول برضو في الصحافه عملت صحيح. تحول في الصحافه قبل كده كانت برضو تجربه الاهالي قبل كده كانت تجربه الوفد يعني قبل كده كانت الاحرار يعني دي تجارب بتطلع من حين لاخر بتعمل نقله في الصحافه بتقفز بالصحافه قفزه. احنا دلوقتي احنا من 2014 بعد يناير ثوره يناير من بعد ثوره 30 يونيو تحديدا الصحافة تنتظر هذه القفزة تنتظر المحتوى الجديد الشكل الجديد. مين اللي يعمل ده؟ أنا شخصيا بحاول أعمل ده بس أنا في النهاية برضو بقلد تجربة أنا بقى عندي تجربة وبحاول أعمل فيها قدر الإمكان. أنا وزمايلي في مجلس التحرير وزمايلي الصحفيين المعارضين بنحاول بس إلى أي مدى إحنا نعمل نقوة قفزة مش أنا مش قادر أعملها لوحدي. طب انت عندك هاجس انت تقعد مع طبعا ما هو في تمويل للصحيفه وللبوابه ولا اخره وبيبقى فيها هواجس كده خلي بالك المالك او الملاك او المساهمين بيقعدوا مثلا مع رئيس تحرير خلي بالك مساله التوزيع الورقي كذا فخلي بالك احنا عايزين نعمل على كذا فيها هواجس دايما كده انه التمويل هيقل التمويل هينكمش التمويل هيتراجع التمويل مش عارف ايه
حد بينغص عليك. لا مش حد, هو ده الحقيقي يعني. انا بعت له الدكتور عبد الرحيم وكان بيتفق معايا على تولي رئاسه التحرير التنفيذيه يعني. قلت له انا من ضمن البرزنتيشن اللي عرضته له يعني, فانا هعمل ايه 1 2 3 4. قعدنا هو 8 ساعات لحد ما زهق مني يعني. فقلت له انا لن اعدك بان انا اقفز بالتوزيع, ولكن انا في السنه الجايه دي 30/6/17 30/6/18 اعدك انه هيبقى في يعني ان شاء الله تعالى بقى في قوه تاثير. هحاول قدر الامكان يعني انتقل بالتوزيع من مكان لمكان اخر, احاول لكن انقل التوزيع نقله زي ما كل الرؤساء التحرير بيقعدوا مع رؤساء مجلس الادارات والكلام ده كله. ده غير صحيح. لكن السنه اللي جايه دي انا شايف ان السنه الجايه دي فرصه للصحافه بشكل عام, والصحافه بشكل عام انها تزداد تأثيرا. لأن السنة اللي جاية دي فيها انتخابات رئاسية, فيها حدث سياسي كبير جدا. هذا الحدث السياسي الكبير جدا سينعكس على الاقتصاد, سينعكس على السياسة, سينعكس, فهيبقى في حراك سياسي واقتصادي كبير بيعكسه الميديا والإعلام. يا أستاذ جابر, الإعلام والميديا هيكون في السنة دي بيعكس هذا الحراك في مصر. إلى أي مدى أنت تتواكب مع هذا الحدث؟ طبعا ممكن حد يجي يقول لك ما الانتخابات الرئاسية دي معروفة أن الرئيس عبد السيسي هو اللي هيكسب. ماشي يا سيدي, إحنا مالناش حاجة, بس إحنا مالناش حاجة, بس أنت هتلاقي الدولة الدولة بتنتفض عشان تعلن عن برامجها الاقتصادية والسياسية اللي عملها الرئيس في 3 سنوات. هتلاقي في اقتصاد حر بيشتغل على اعلانات الدوله وعلى محاولات الدوله للاعلان لامام المواطن, ودي قيمه المنافسه يعني. هتلاقي الاقتصاد نفسه بينتعش, هتلاقي الدوله بتحاول تخلص مشاريعها. دي امنيات يا احمد ولا دي توقعات ولا دي استنتاجات؟ لا انا رايي ده استنتاج يعني مرصود على الواقع يعني. انت حتى الدوله دلوقتي ابتدت تعلن يعني عن مشاريع السنه اللي جايه. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اعلن عن بعض المشاريع, مشاريع قوميه كبيره. صحيح, هو مجبر انه, وفي كلام انه 2018 في طفره في الغاز وطفره في البترول وفي طفره في المشاريع, وفي يعني في كلام في دلوقتي مشاريع الطرق. الحقيقه انا بشوفها حاجه بالظبط كده. لا والمشاريع الاخرى أوي, في مشاريع أوي اخرى أوي. الرئيس اعلن اكثر من مره انه انتظروني بعض الوقت عشان وعشان وعشان. الرئيس بحسه السياسي يجد نفسه هو ونظامه امام انه هو مرتبط امام المواطن بوعد. فهتلاقي السنه الجايه الدوله بتسرع في الاعلان عن هذه المشاريع وتعلن عنها وتدير حواليها حوار مجتمعي بينعكس ده في الاقتصاد برضو. الدولار النهارده بينزل يا استاذ جابر يعني, هتلاقي في الحراك ده. انا رايي ان السنه الجايه دي سنه برضو كبيره جدا. ممكن الاعلام يعود من خلال المواطن, لان المواطن برضو فقد ثقته في الاعلام. فقد ثقته لاسباب كثيره. احنا جزء منها, الاعلام ككل, مسموع ومرئي ومرئي, كله. احنا جزء من المساله, مش كل المساله. غير صحيح ان الاعلام هو كل المساله. لا, جزء منها السياسه, الجرعه السياسيه اللي خدها المواطن. اللي هو ايه يعني؟ احنا ايه خطأنا يعني؟ اللي هو قله التوثيق ونثر الشائعات وعدم المهنيه والمال السياسي ولا نحن بنركز في مجموعه بتركز على السلبيات دون ذكر ايجابيات؟ ده جزء برضه. او انه الجانب السياسي اختطفنا, ففي ناس فاهمة انه انك ما تقول كلمة حق في حق رئيس الجمهورية او حق رئيس الوزراء او حق وزير معين او حق الدولة, فبالتالي انت بتطبل. فكل ما تروح في حتة يقول لك انت بتطبل, كل ما تروح في حتة لما الطبلة اتخرمت. انت عايز رأي الحل ايه؟ السياسة هي اللي خربت المهنة يعني. السياسة هو العمل السياسي في المهنة. احنا مفترض احنا مهنيين. احنا يعني احنا اشتغلنا المهنة بالسياسة. انت تبع فريق وده تبع فريق. فطوعت المهنه لصالح غرضك السياسي. ده كانت خطوره الموضوع. ولذلك لما تجد تخلي بالك من بعض وسائل الاعلام عدت من مطبين بتوع يناير و30 يونيو, عدوا بالمهنه. وحتى صحف وسائل الاعلام عدت بالمهنه لانه التزمت المهنه والحياد قدر الامكان في المساله دي. فحصل انه هو ما وقعش في براسن السياسه البغيض العميق يعني. يعني ما حدش راح رمى نفسه في حضن الاخوان قوي او رمى نفسه في حضن مثلا الثوار قوي او رمى نفسه في حضن مبارك. كان موضوعي بقدر يعني كان موضوعي. فيعني طبعا في, لكن ده ملوش تاثير الخارجي بقى يعني. دلوقتي احنا بنقول ان احنا, انت مقتنع ان احنا مصر تتعرض لمؤامره؟ ده بلا شك.
ده امر منتهي. لا المعركه شيء والمهنه شيء ثاني. ما انا دلوقتي انا اشتغل مهنه في سيناء، انا اعرض بيانات ولايه داعش في معركتها مع الدوله المصريه، اقول دي مهنه؟ ما هو المهنه بتقول كده. لا، في حاجات ما فيهاش مهنه، في حاجات اعلام حرب. يعني انت بتطالب ان احنا ما نعرضش ده خالص؟ لا طبعا، احنا عندنا ما بنعلنش ده خالص. البوابه من قبل ما اجي كمؤسسه. طب واللي يعرض بيانات داعش لا انا ده خاين، ده خاين. طبعا يعني انا مثلا انا لما يعني لما مثلا لو انا برنامج وعرضت بيان لداعش مثلا انت شايف ولايه سينا وهي بتحاربني في سينا، اعرض 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 جهودها وفيديوهاتها لقتل ده جه وقت عملنا ده. ده خيانة. لا ده جه وقت عملنا ده، يعني البرامج عملت ده. لا انا مش بتعرض امر مش عارف ايه وعمل ايه وسوى ايه. ده خيانة. ونقل يعني، ما هو على اعتبار ان اعلام المواطن بكل شيء بدل المواطن ما يهرب في حتة تانية. لا هنا لا انا شايف ان ده خيانة. انا لما ولاية سينا تعرض فيديوهات مفبركة لقتل ضباطنا في سينا عشان يرفعوا روحهم المعنوية ويرفعوا روح اللي ممورينهم وجنودهم المعنوية على وفي المقابل ضعف الهمة والعزيمة للمقاتل المصري، ده خيانة. فين المهنية في ده يا استاذ جابر؟ ده كل الدول نصف المحترمة بتعمل ده. أنا شايف لا، هنا مش ميديا، مش إعلام، مش مهنة. لا هنا يجب أن يكون إعلام حرب. إحنا شخصيا أنا شخصيا ضد فكرة. طب أنا آخذ بيانات تنظيم الإخوان الإرهابي ضد مصر برضه بدعوة المهنية لخيانة، اخدها اخد بيانات تنظيم الاخوان الوفود اللي بتروح البرلمانات الاوروبيه عشان تحرض على الدوله المصريه وتقول ان ده انقلاب. بيانات مصريه بتعمل كده؟ ما انا بقول عرض 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 مش نشاطهم، لكن هو عايز يقول للقارئ تعال شوف ده بيروحوا كذا وبيعملوا كذا لاسقاط الدوله المصريه والى اخره. لا، تفنيد البيان يختلف عن عرض البيان. انا ممكن اخد البيان وافنده واشرح للقارئ ده بيعمل ايه، لكن ما اخدش البيان زي ما هو كده واعرضه. لا، انا اخد البيان اقول له ان في وفد من الاخوان راح اثيوبيا. تمام، اقول له كده. اقول له راح اثيوبيا عشان بيحرض الدول الافريقيه على الدوله المصريه عشان بيقولها ده انقلاب وانه لازم تجمد. ما وراء البيان واشرح له، اقول له عشان يفهم ويعرف ايه اللي بيحصل. لما يطلع وفد من تنظيم الاخوان يطلع الكونجرس الامريكي ويتحدث بعبارات كاذبه ضد الدوله المصريه لاسقاط الدوله المصريه، هقول له خلي بالك ده بيحصل 1 2 3 4. تمام، اقول له لانه في وفد من تنظيم الاخوان طلع خد بعضه وراح على مجلس العموم البريطاني وعمل 1 2 3 4 واشرح له، اقول له ده بيعمل ايه 1 2 3 4 ودي خيانه للدوله المصريه. شرح. لا هنا الامر يختلف، التناول يختلف. لكن انا ضد فكره انه ياخد بيان يسوق تسويق للبيان. انا ايه الفرق بينه وبين يعني ما تقوم به مثلا زي قناه زي الجزيره مثلا؟ طبعا ده طبعا انت بتحطه برضه في اطار الخيانه. طبعا بلا شك الخيانه ضد الدوله المصريه. احنا يا استاذ جابر احنا علينا كتير على فكره. اللي طول امد المعركه مع تنظيم الاخوان في الداخل والخارج هو الاعلام اللي هو الطابور الخامس، الاعلام الموالي لتنظيم الاخوان داخل مصر وخارج مصر. ده اللي طول امد المعركه. احنا لولا الاعلام الاخواني بره وجوه مصر احنا كنا خلصنا على الاخوان في سنه. في سنه؟ في سنه. احنا امد روح الاخوان طويله لحد دلوقتي. دول ليه؟ بسبب الاعلام الخارجي. بسبب الاعلام الخارجي. انت عندك 9 قنوات بره في تركيا، عندك قناه كبيره في قطر، عندك مجموعات قنوات ومواقع ترصدوا الفتره اللي فاتت دول. يعني لولا هذه القنوات طبعا انت كنت في سنه. انت كنت في سنه تخلص عليهم. خلص عليهم طبعا في سنه تخلص عليهم. ما كانش جه مره ذكرى 30 يونيو عاد 2014 الا كنت خلصت على تنظيم الاخوان. لكن الـ وحتى في سينا حتى في سينا برضه الاعلام اللي بيساند في تنظيم سينا بينقل تكليفات وينقل التكليفات اللي بتنقل التسويق. كل دي خطايا وجرائم وقع فيها الاعلام المصري. يعني وقع فيها لانه الاعلام برضه عشان نكون امناء برضه الاعلام شارك في الجرائم السياسيه اللي قام بيها. طبعا طبعا احنا شاركنا في ده مش يعني بطريقه مباشره وغير مباشره. بطريقه مباشره او غير مباشره يعني كانت ولذلك ده انعكس علينا عند المواطن على فكره. يعني حتى في قضايا كبيره جدا انا مش عايز اذكرها برضو كانت مؤلمه لينا كاعلاميين. لكن انت شايف اللي جاي افضل؟
انا شايف اللي جاي افضل بس بشرط الالتزام المهنيه والالتزام بالدوله المصريه. تمام. يعني انا شايف ان ده افضل حل يعني. استاذ احمد الخطيب رئيس تحرير التنفيذي لبوابه ولموقع وجريده البوابه، دايما اغلط في في في, في البوابه، لكن اصل انا متخيل ان البوابه في بوابات الكترونيه فلما قلت له البوابه بتجي على طول. لكن ده جرار احنا بنحترمه جدا من اول ما طلع من 4 سنين، ونظل نحترم كل من يكتب فيه وكل من ياتي الينا بخبر وكل من يغذينا بخبر. يعني الحقيقه انا شايف انه واحد من الناس اللي انا بهتم دايما بالخبر، ولولا جهد زميل في اي جورنال ما اعتقدش احنا عملنا يا استاذ جابر رد على كرهة الله. عاملين ملفين بكره عشقت الله وعرفت الله، بنوضح الفارق. تمام. بكره عرفت الله وبعده عشقت الله. تمام. يعني ده الفرق عشان الناس برضو موضح الالتباس ده. تمام. نعرف يعني كيف عرفنا الله وكيف عرف المصريون الله عن جد وعن يعني عن حقيقه يعني. تمام. ربنا يدينا الصحة وطولة العمر، ويدي الدولة المصرية أو ندي طاقتنا كلها لدعم الدولة المصرية واستقرار الدولة المصرية وأمن الدولة المصرية، ونحافظ بكل ما أوتينا من قوة على الدولة المصرية. لا داعي للتخبط اللي احنا فيه، احنا إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل، بإذن الله بإذن الله اللي جاي أفضل إن شاء الله. بشكر مرة تانية الأستاذ أحمد الخطيب، وألتقي بحضراتكم غدا بإذن الله في الساعة 8. قبل ما أقول لحضراتكم مع السلامة، الأستاذ أسامة الشيخ وهو يعني هو ما هو بقى وله ما له من صولات وجولات في الإعلام المصري من قبل ما يمسك رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل الثورة لحد دلوقتي، أسامة الشيخ علامة مهمة جدا في تاريخ الإعلام المصري. بإذن الله يكون معنا بكرة في بعض الاستفسارات خاصة بي وقت ما كان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في التلفزيون المصري، وبعض الاستفسارات برضو خاصة بوضع الإعلام، وزي ما الأستاذ أحمد الخطيب كان بيتكلم عن الصحف، ممكن أستاذنا الأستاذ أسامة الشيخ يتكلم عن الإعلام المرئي، كيف كان وكيف حاله الآن ومستقبل هذا الإعلام. وأعتقد أنه جدير الأستاذ أسامة الشيخ أنه يتحدث بهذا الأمر بكل احترام وتقدير. نشوف حضراتكم بكرة بإذن الله في الساعة 8 لكم منا كل الاحترام. سلام عليكم.